السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على أفضل أكل للأرانب. الحقيقة يمكن تقسيم هذا العنوان إلى أربع أنواع من الأطعمة، وهي الخضار والفواكه والأعشاب، الأعشاب والقش والبقوليات، اللي شحال هذه يعني في الأغلب ديال المواضيع ما كيهضروش عليها المربين في الفيديوهات ديالهم. اذا غادي نهضروا على كل يعني كل اكل، كل واحد نهضروا عليه على حده. اذا نبداو بالخضار. الخضار تحتاج الارانب الى العناصر الغذائيه الموجوده في الخضار الغنيه بالفيتامين الف، ومنها البرسيم، الجزر، المعدنوس، اوراق الفجل، الخس، السبانخ، وعشب القمح، والفصة اليابسة. ثانيا الفواكه. دابا هضرنا على الخضروات، دابا نهضروا على الفواكه. بالنسبة للفواكه يجب أن تأكل الأرانب الفواكه مرة أو إلى مرتين أسبوعيا، ضروري مرة أو مرتين أسبوعيا، ولكن بكميات قليلة. وينصح بتقديم فواكه الغنية بالسكريات كالموز، يعني ماشي بالضرورة أنكم تأكلوا تعطيوا الموز للأرانب يعني اللي يأكلوا الإنسان، لا، فقط القشور ديالو. يعني منين تستافدوا نتوما من 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 الموز، حاولوا انكم تحتفظوا بديك القشره، ما ترميوهاش، راها مفيده للارنب ديالكم. وكذلك العنب، لكن العنب حاولوا ما تكثروش، هو من حين لاخر اعطيهم كذلك العنب. ولا ينصح بتقديم الفواكه مثل التفاح والتوت البري والاناناس والبطيخ الاصفر، يعني هادو حاولوا، وكذلك الخوخ والاجاص والفراوله، هادو كي يديروا لهم الاسهالات، من الاحسن ما تعطيهم لهمش. كاين كذلك، دابا هضرنا على الفواكه، دابا نهضروا على الاعشاب والقش، بحيث تشكل الاعشاب جزءا مهما في النظام الغذائي للارانب، بحيث تحافظ على الجهاز الهضمي. وينصح أن تقدم الأعشاب للأرانب، يعني ألا تكون من الأماكن المرشوشة، يعني ما تجيبوش ديك الأعشاب اللي كيكونوا مرشوشين بالمبيدات، لتجنب تعرض الأرانب لأمراض كالتسمم المعوي. كما يمكن تقديم القش والأغصان للأرانب للمحافظة على صحتها، حيث يعمل الجهاز الهضمي طوال فترة استيقاظها. يعني هذوك الأعشاب كيبقاو محدهم مفايقين، وذاك الجهاز الهضمي أنه كيهضم بواحد الطريقة مزيانة، عكس الفواكه والحوايج المبلولة. يعني ذاك القش كيكون ناشف، هو اللي كيساعد الأرنب أنه يسترجع الطاقة ديالو من جديد. وأخيرا الحوايج اللي ما كيهضروش عليهم بزاف يعني في الفيديوهات، وهي البقوليات. البقوليات راه كاينه بزاف ديال البقوليات، ولكن كاين واحد النبات اللي كيتواجد في واحد في الربيع، في الحقيقه هو كيتواجد في الربيع، وكيكون بواحد الكميه كبيره، وكاين الناس اللي كياكلوه، وهو الخبيزه. الخبيزه راه مخيره مزيانه للارانب. شنو كدير الخبيزه؟ هي كتكون في فصل الربيع، كتزيدها في الميزان الوزن، مابقاش في الميزان المعتاد ديالها، لا كتزيد مازال، وما كتضرهاش. ولكن الخبيزه شحال من واحد كيمشي كيما كيقطفها كيعطيها لهم، او كيمشي مثلا يغسلها ويعطيها لهم. هذا هو الخطا الشائع. ديما الخبيزه منين تقطفوها، ماشي من الضروري انك تكون الخبيزه يعني البلديه،
ماشي مشكل ان تكون عفوا الروميه هي اللي كياكلها الانسان، اما البلديه اللي كتكون يعني غير في جوانب الطرقات ولا كتكون في شي ارض ولا كتكون ما كتكلش ما كياكلهاش الانسان، هذيك مفيده للارانب ماشي مشكل تعطيوها لهم. اللي كتكون عندها جدار غليظ وكتكون مفرعه هي خبيزه، ولكن ماشي اللي كياكلها الانسان، يعني اللي كتكون فيها الاغصان ديالها غليظه وكتكون كل وحده على حده، لا كتكون هي مفرعه وكتكون ما صالحاش الانسان، هذيك هي اللي تجيبوها وكي تقطفوها ما ترشوهاش بالماء، ما تغسلوهاش، خليوها هكا وخليوها واحد الساعه محطوطه في الظل ماشي في الشمس، هي اللي حطيتها في الشمس كتلوها. اذا وقدموها الارانب ديالكم راها مفيده ومفيده بزاف. اذا ما تنساوش هذا الموضوع، ان البقوليات كنلاحظ ان ما كيهضروش عليهم بزاف في الفيديوهات، وانا طرقت هذا الموضوع قسمت المواضيع، ولكن البقوليات في فصل الربيع حاولوا انكم تعطيو الارانب ديالكم الخبيزه، راها مفيده كتحميهم بزاف ديال الامراض، كتزيدهم في الوزن وما كتضرهمش في نفس الوقت. يعني هذا واحد الجانب ايجابي بالنسبه للمربي، انه ما غاديش يبقى يصرف في فصل الربيع بزاف، وغادي يسمنوا له، خصوصا ان في الربيع كيكون الازدهار ديال الانتاج، يكونوا الارانب كيصدقوا في فصل الربيع. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، شاركوا معنا في القناه الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصيركم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.